اتكلمنا على انقسام النواة، نكمل الكلام ونقول ازاي الخلية نفسها بتدي خليتين جديدتين عن طريق عملية السيتوكاينيزيس، يعني انقسام السيتوبلازم بما فيه من عضيات عن طريق كليفج فورو. لو انت بتتكلم في الانيمال سيل ده شكل كده انقسام اهو، ده بسموه الكليفج او تفلج، ده بصورة الكترون ميكروسكوب يوضح ان فعلا الخلية بدأ يحصل لها انبعاج للداخل كده، بدل ما كانت خلية كده لا ده بقى اصبحت ايه، فيها انبعاج للداخل كده وانبعاج للداخل كده، يقربوا لبعض خالص لحد ما ايه ما يلمسوا بعض خالص، بعد كده ينفصلوا الى خليتين، ده اسمه كليفج فورد او ميزاب التفلج او ميزاب الانقسام. happens after mitosis طبعا بعد انقسام النواة. in animal cell بيقول عليه اللي الآلية دي بيسموها الكليفج فورو، ميزاب التفلج، forms due to the contraction of the microfilament actin of the cytoskeleton form contractile rings، حلقات انقباضية perpendicular to the spinal fiber as this figure. In the plant cell ده بالشكل ده، نرجع له تاني للشكل اللي فات ده، اللي contractile ring عبارة عن ايه، خيوط من خيوط الايه الميكروفيلمنت، خيوط الاكتين تتجمع مع بعضها كده وتدي حلقة، والحلقة دي تبقى عمودية على مين، على الspinal fiber، تبدأ تقرب قطبين الخلية دول جنب بعض جنب بعض لحد ما يحصل تلامس وينفصلوا وتدي خليتين بالشكل ده. يبقى لو حصل الكليفج فورو وسط الكونتراكتير رينج اللي كونها الاسبايندل فايبر اللي هو الاكتين فيلمنت، يبقى ده على طول في الانيمال سيل. لكن في البلانت سيل في انظر ميكانيزم، في اليه تانية. طبعا البلانت سيل عشان في السيل بليد الجدار الخلوي، فما يقدرش يحصل له كليفج، ما يحصلش فيه فورو، وبالتالي يحصل ايه؟ accomplished by division in the plant cell accomplished by the formation of the cell plate، يبقى يتكون السيل بليت الصفحة القاعدية بين الايه؟ النيو سيلز بالشكل ده. بعد كده الصفحة القاعدية دي تفصل الخليتين عن بعض، بعد كده تبدأ كل خلية تكون السيل ممبرين بتاعها وبلازم ممبرين، ويبقى عندك كده فعلا خليتين اتكونوا. each cell produce plasma membrane and the new cell wall between it، وكل واحدة تبدأ تكون السيل وول اللي هنا، وبالتالي on each side of the plate. وفي الحالة دي يبقى أنا كده عندي two types of cell، يعني نوعين من الخليتين. ده بالشكل اللي في البلانت سيل، عشان كده ده السيل وول بالشكل ده. ده في أول مرحلة خلاص، ده البروفيز، كروموزوم بدأت تبقى ظاهرة موجودة وسبيندل فايبر. بعد كده يحصل ترتيب الكروموسومات at the center of the cell، يبقى ده على طول ميتافيس بليد. بعد كده يحصل سيبريشن للكروماتيد، يبقى حصل ديفيجن للسنترومير، وبدأت تتحرك الدوتر كروموسوم to each pole، يبقى ده أنافيز. بعد كده يبقى عندك 2 نيوكليوي in one cell، طبعا النيوكليير انفلوب ريابير والنيوكليولاس ريابير، سبندل فايبر ديسابير، ان الكروموسوم بيكام ديستينكت. في الحالة دي عندك نواتين في خلية واحدة، يبقى انت عندك في التلوفيز. بعد كده تبدأ مرحلة السيتوكاينيزيس بتكوين الصفحة القاعدية، لأن ده في الأنيمال البلانت سيل.